أهلا بكم مشاهدي العربية. قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نشرت المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس على منصة أكس منشور قالت فيه: غدا سنجعل أصواتنا مسموعة، ودعت للبحث عن أماكن الاقتراع والتصويت، بينما ترامب يجتمع بأنصاره الآن في نورث كارولينا. فلنسمع إليه قليلا. مجرمون تجار مخدرات يدخلون إلى بلادنا، سوف أقوم مباشرة بفرض تعرفة جمركية بقيمة 25% على أي شيء يدخلونه إلى الولايات المتحدة. والسبب في فعل ذلك، وأنتم أول من أخبركم وأبوح لكم بهذه الحقيقة، تهانينا، لأن هناك فرصة لنجاح هذا الأمر 100%، وإن لم يفلح هذا الأمر سوف أجعل النسبة 75%، لكن النية هي أن تكون التعرفة بواقع 100%. وفي بعض الأحيان كانت المكسيك تضع أعدادا كبيرة من الجنود على حدودها، وبالمناسبة هناك فرصة 100% بأن نبدأ بالنسبة بتعرفة جمركية بواقع 25%. تعرفون أن المكسيك هي شريك تجاري وتقوم بإجراء عمليات تبادل تجارية كبيرة معنا، ولعلنا نستطيع أن نجعلها في المقام الأول من حيث التبادل التجاري. هم كانوا يرغبون بدفع 3 مليارات دولار، لكنني ما فعلته هو العكس. قلت بأننا سوف نقوم بفرض تعرفة جمركية، وأنا لم أخبركم، كنت أنتظر ذلك اليوم، لأن كامالا هاريس لا تتمتع بقدر عال من الذكاء، وكانت قد جاءت إلى خلدي فكرة يوم الأمس عندما كنت أحاول النوم في وضع كنت فيه قلق، فكنت أعمل على مدار الأيام 62 الماضية دون أي إجازة أو استراحة، العمل كل يوم. وفي الأسبوع الماضي قامت بإجراء مؤتمر صحفي استمر لبضع دقائق، ومن بعدها أخذت يوم إجازة. عندما تعتلي منصب رئيس البلاد فلا بد لك من أن تقوم بحل كافة المشاكل، وأنا بالنسبة لي أفضل أن أكون معكم بدلا من التوجه إلى أي شاطئ لأستمتع فيه. إننا نقوم بعمل تاريخي، فنحن لم نحظى بهذه التجمعات الانتخابية مثل ما نراها الآن. كنت قد توجهت إلى ملواكي، وكنا قد رأينا عدد المقاعد التي بلغت 28,000، وهي 3، وعدد الناس الذين كانوا ينتظرون في الخارج يصلون. مشاهدينا، نكتفي بهذا القدر من كلمة ترامب في نورث كارولينا، وهي تعتبر إحدى الولايات المترشحة والتي هاشم فيها مجددا هاريس، وتوعد بأنه سيشدد الإجراءات لمكافحة الهجرة في حال فوزه، وبأنه فعلا سيفوز، وتعهد بالنصر لمناصريه ولكل المنتخبين. إلى اللقاء.